في البداية كنت كلها أشوف جدتي الله يرحمها إنه شلون تجهز المكونات وتطبخ بحب، وبديت أطبخ ويوم كان عمري 8 سنوات. على صغر سني ما قدرت إنه يكون عندي مطبخ الخاص في البداية، بس شوي شوي قمت أطور روحي، أروح جوجل يوتيوب. بديت مشروعي يوم كان عمري 12 سنة، بديت بأطباخ بسيطة، كنت أبيع البرجر والفهيتة، كنت أسوي البرجر from scratch، يعني اللحم السوسات كلها من عندي تطلع، ما أخذ أي شيء يكون جاهز. وكنت أتميز عندي الحلاوة الكنافة، وكانت كان في أقبال كبير من ربعي، وكانوا يشجعوني يعني يقولون لي يحتاج شيرة، يحتاج ضيف إضافات، يعني أشياء بسيطة. فخور أن اختاروني من 51 ملهم بحريني، يعني صار عندي مسؤولية جديدة في الطبخ أن ألهم الآخرين أن شلون يوصلون لهدفهم. كان في صعوبات واجد، خاصة المجتمع مو متقبل أن أصبي يكون طباخ. أوكي إحنا انترناشنال دوليا عندنا طباخين ما شاء الله رجال متقدمين، بس في المجتمع الخليجي ما عندنا إن طباخين رجال، وخاصة صغر سني الناس بيقولون أنت شلون توافق بين المدرسة والطبخ. صار تواصل مع ذوس إنسباير الملهمين البحرينيين مع فندق الخليج، فصار إن رحت تريننج لمدة 1 سنة كاملة، وكان شيء جدا جميل وأضاف لي أشياء كثيرة في مهارات الطبخ. في المستقبل أحب أن أدرس أبورد أوكي، وأخذ الطبخ على أصوله، ما يكون أن الطبخ فقط أن أنا صار عندي إكسبيرينس وأطبخ ويوتيوب، لا، الواحد يروح يدرس برا ويجي البحرين ويأخذ ترينينج في مطاعم كبيرة ويكون يعني من أجود الشيفس إن شاء الله.